مع لا ديسكوسيون تاعو مع الكلام تاعو في الندوه الصحفيه كان السيد معمر جبور قال له بلي المدرب التونسي ولا المدرب الناخب الوطني التونسي بدا لابغريد بسيكولوجيك بدا مش على المباراه بتصريحات بالماضي ولكن ما تخلش في اللعب قالوا يوم المباراه حنشوفوا لانه قالوا انه المنتخب الوطني قالوا الى سيرفيس صح المنتخب الوطني يعني مفبرك ماشي مفبرك تم تضخيم المنتخب الجزائري هو قال لك انا ما من ما ندخلش في حتى تصريحات على جيرس قال من السبعة ان المنتخب الوطني الجزائري يراهن على التتويج بالكان للمره الثالثه في تاريخه وللمره الثانيه على التوالي هذه ايضا حرب سيكولوجيه اخرى جمال بالماضي يدرك ذلك خلينا نركزوا على حاجه يزيد تفضل لي تروا ماتش اللي اختارهم جمال بالماضي شوف الانتيليجونس تاع ناخب شو الناخب الذي لا يتلاعب مع الجزئيات اختار موريتانيا عندها نفس ربما الطريقه والمستوى مع جيبوتي اختار المالي اللي عنده ربما نفس المستوى وطريقة مع بوركينا فاسو واختار المنتخب التونسي لعدة عوامل ذكرناها طبعا في منذ لحظات واختار لأنه هذا المنتخب التونسي من المنتخبات التي قد تصل إلى مباراة السد والتي قد تتأهل الى المونديال اختيار المباراه الثالثه نقول لك كان حاجه كان اختيار جدو لما تربح مع تونس راهو معاك في كلاسمون فيفا تربح نقاط اكثر ان لما تربح مع منتخب فرنسا